موضوعي. اولا لازم احنا هنا برضو اولا باسم ابناء سيناء ممكن اقدر انوب عنهم، بنضم للبيان ده وبنعلن ابناء سيناء الشرفاء انه احنا وراء الشعب المصري والجيش والشرطة المصرية ضد الارهاب، واي حملة هيقودها اي انسان مخلص في مصر ضد الارهاب يعتبرنا كلنا وراه ومؤيدين تماما لكل الخطوات اللي بيقوم بيها الجيش والشرطة. ولكن احنا هنا جايين عشان نقول بعض الملحوظات بعيدا عن ادانتنا وشكبنا واعتراضنا الكامل على لم اتي لكن بكم كمتهمين ولا احد يمكن لا ان يتعامل مع في فرق يا استاذ وائل بين ابناء سيناء انت متهم الى ان يثبت العكس. يعني هناك معلش في هناك بعض التوجه انك انت تصور ان ده ارهاب سيناء وارهاب في سيناء. لا نحن نتحدث عن الارهاب في سيناء، في سيناء الحقيقة. هناك من يتحدث عن ارهاب سيناء ونتحدث عن انه سيناء تحولت لملجا وملاذ. يا سيدي يا استاذ اللي هو ما بتكلمش عن حضرتك. هناك بعض الاخوه وانت مش عاوز نذكر اسماء لكن انا مستعد اذكر اسماء بعض القنوات، مش عايز اتحدث بعض الاعلاميين بيتحدثوا عن ارهاب سيناء. يعني ارهاب سيناء كلها، لا ده ارهاب في سيناء ارهاب في سيناء، والارهاب في سيناء واللي موجود حاليا هو نتيجه طبيعيه لاسباب ادت اليه. عاوز نتناقش فيها تحت امر حضرتك. هنتناقش فيها لان انا ناقشتها كثيرا ومعك نلوم مؤسسات الدولة أنها لم تأخذ خطوات فيها. يعني هقول هنقعد نناقش تاني التهميش والتنمية. لا 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 يا فندم صحيح. هقول لحضرتك هقول لحضرتك حاجة. أولا الترحيل والتهجير في كلام أظرف بكتير قوي، في كلمة اسمها إخلاء طوعي مؤقت لحين انتهاء العمليات. يعني إخلاء طوعي مؤقت يعني يتفق مع الناس يا جماعه احنا عاوزين المنطقه على اعتبار انه مصطلح التهجير. التهجير يا استاذ وائل لو سمحت يا سمحت يا استاذ وائل، سينا مطمع لازم نحط في دماغنا ان جنب الارهاب اللي لا دين ولا وطن ولا لون ولا الكلام ده كله ان سينا مطمع ومطمع طبعًا لاسرائيل طبعا تحديدا فتستغل الاخلاء. وهناك هقول لحضرتك حاجه. انا يعني هناك في بعض الناس ممكن يعني عن دون علم يحقق مطالب الاخرين يعني عماله غير مباشره انه يعمل حاجه تؤدي الى مصلحه اسرائيل. هقول لحضرتك اسرائيل بتعرض منذ سنوات والست اللي هو سنه مش عارف الخطه يا فندم. هقول لحضرتك حاجه يؤكدوا لي الكلام ده عن غزه الكبرى. لا مش غزه الكبرى، عن دوله فلسطين المتصله. واين تتصل الدوله الفلسطينيه؟ ما تتصلش ابدا بين غزه والضفه. وعارضين فكره وعلني اللي هي فكرة تبادل الأراضي، إن هو ياخد من عند رفح 40 كيلو لغاية 720 كيلو لو سمحت يا رئيس. اتفضل. 40 كيلو في عرض 30 يبدأ 1200 كيلو، وعندي هناك في غزة كلها 350 كيلو متر مربع، ويحصل عملية تهجير والضغط على بتوع غزة ويجيب فلسطينيين الشتات ويضغط على الناس اللي في الضفة ويعمل الدولة الفلسطينية المتصلة في المنطقة دي، ثم يدي لك 1200 كيلو متر مربع بدلهم في صحراء النقب. بالأمانة النظام كل الأنظمة المصرية وحتى النظام الفلسطيني رفض الفكرة، ولكن إسرائيل حط الموضوع ده في دماغها، فكرة تبادل الأراضي وأنه هو يحل المشكلة على حسابك أنت داخل المنطقة دي. طب كيف ستستغل فكرة من هذا النوع؟ ما تستغل أن أنا بفضيها يا فندم. بفضيها لو سمحت يا رئيس يا سيدي. انا ما اعترضتش، انا اخلاء مؤقت لغايه لما تخلص المشكله. انت عايز تستخدم تعبير اخلاء طوعي مؤقت مع الناس يعني يا جماعه لو سمحتوا وهترجعوا تاني يا سيدي. يا جماعه احنا بعد انتهاء الحاله هترجعوا. لا انت ما قلتش حضرتك ترجعوا، انت قلت عايز افضيها وعاوز اخليها دلوقتي. ما احنا في حرب يا سيدي. انا قلت لك اهو تفضيها. موافق معاك. تفضيها بالفكر ده. موافق معاك. وبموافقه السكان واخلاء طوعي. غير ان انا عاوز افضيها خالص. لا موافق. يبقى استاذ وائل يبقى انا يعني اخلاء طوعي. يعني ممكن يرضى وما يرضاش؟ لا يعني معني انت بص اولا الكلام ده بص حضرتك يعني اتحدى لو في يوم من الايام طلع المتحدث العسكري في اي مشكله حصلت في سيناء الا يشيد بتعاون ابناء سيناء. احنا ما قلناش حاجه. لا منش. واتحدى لو اي في يوم طلع المتحدث الاعلامي باسم وزاره الداخليه الا اشد دور ابناء سيناء. ومع ذلك هناك توجه
لازم ابناء سينا يتعاونوا. يا جماعه هو مطلوب انهم ينزلوا اسماء المتعاونين، يعني انا اللي بيهمني في الموضوع ده الجيش. احنا ابناء سينا مرتبطين ارتباط وثيق بالقوات المسلحه. تمام. احنا كنا محكومين دون العمليات دون عن مصر كلها لغايه 67 لما انت حرس 67 حكم عسكري. مظبوط. احنا ارتباطنا كله بالاداره المحليه بعد 82 منطقه عسكريه، اما ارتباطنا كله بالقوات المسلحه وتاريخنا كله مع القوات المسلحه. فده إذا يعني إذا يعني انا نفسي انا ما شفتش ان حد من القوات المسلحه اللي بيديروا الحرب ضد الارهاب طرح الفكره دي، لان هو يعلم مدى خطورتها. انا بالعكس ده انا عاوز الشريط الحدودي ده املا بشر. لا يا فندم، ده انا لو سمحت يا ريس ما بقول لحضرتك، ومع ذلك بقول لحضرتك لو القوات المسلحه لا ارتأت ان الاخلاء الطوعي بالاتفاق مع الناس هو اقدر واحد اقدر ناس يتعاملوا مع الناس هناك، الناس هتستجيب، لانه الوضع هناك خطر على الناس يا فندم. يا استاذ وائل، في هناك منشورات نزلت والناس سبت البلد. في نقطه بس بعد اذن حضرتك، منشورات نزلت باسماء هؤلاء يتعاونون مع بس في نقطه وموجودين يا فندم لغايه دلوقتي. يا دكتور حسام، يعني يا دكتور حسام بس كلمه لو سمحت، كلمه بس صغيره. انا دلوقتي قلت الخطر جاي من اهل سيناء، ولا قلت الخطر جاي من غزه؟ مش ده اول كلامي؟ قلت علشان يبقى المنطقه العازله دي علشان اللي جاي من حماس، لان حماس اللي قتل اولادنا، واول يوم حصل كان محمود الزهار دخل علينا، وانا قلت الكلام ده قدام حضرتك من سنتين، وكان حسن البرنس موجود، وقلت له انتم متهمين بقتل اولادنا، قال باسمته ده وطلع هو ذا الكلام. انا بحمي. في نظريتين في الامن القومي، نظريه الاخلاء ونظريه التعمير وملء المكان ده بالبشر. لا ده سينا كلها تتملى بالتعمير، تزرع البشر ولا شجر. نظريه الاخلاء، ودي من الاسباب اللي ادت للنتيجه اللي احنا فيها. لا يا فندم، انا فندم مع احترامي لحضرتك، شايف ان الاخلاء سيقوي الارهاب. لا يا فندم، والمطامع الاسرائيليه، هو لا مطامع اسرائيل ما تقدرش. اسرائيل احتلت دي منطقه امنيه. لا يا فندم، لا دي حجه وهي. ليه الاخلاء هيعمل لك ايه يا ست اللواء؟ دلوقتي انا بقول لحضرتك كل اللي جاي لي جاي لي منين؟ جاي لي من حماس. خلاص دكتور، جاي لي من حماس وجاي من غزه. كل الانفاق اللي حاصله دي هي دي السبب في موت ولادنا. فانا دلوقتي بفضي ده علشان ما يبقاش في اتصال بينه وبين غزه، بمنع هذا الاتصال بان انا بعمل منطقه امن، ما حدش يقدر يخشها. طيب لكن أنا دي تحت